تدشين ملاعب جوارية ومتابعة وتيرة الأعمال في مشاريعها هي قيد الإنجاز، وتفقد بعض الهياكل التابعة لقطاعه، وما قام به وزير الشباب والرياضة في زيارة قادته لولاية تمرست، أكد منها على التزامه بمرافقة شباب المنطقة. في الخريطة الرياضية اللي رانا بصدد تحضيرها، نعتبر تمرست قطب تطوير رياضي في الجنة، خاصة في التخصصات اللي تكلمت عليها عندها. لازم نديروا كاع الامكانيات باش نديروا من تم نرست وجهه رياضيه بامتياز. لازم تعاونونا بصح، باش انتم اللي تكونوا، انتم اللي تحضروا، انتم اللي ديروا انتقاء المواهب الرياضيه الشابه، انتم اللي تكونوها، احنا معولين عليكم. انطلاقا من امتلاك المنطقة لكفاءات رياضية نسوية في شتى المجالات، تطرقت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة إلى سبل تطوير الرياضة النسوية. حبيت اليوم نسلط الضوء بشكل خاص على ترقية الرياضة النسوية في المنطقة، وأتعهد شخصيا على دعمي المعنوي والمادي لإعطاء المرأة حيزا خاصا أقول في الممارسة الرياضية لأهميتها على صحتها، توازنها واندماجها وكذا تمثيلها للجزائر في المحافل الدولية. آراء واقتراحات مختلفة تم مناقشتها في اللقاء الذي جمع وزير الشباب والرياضة مع ممثلي المجتمع المدني في إطار سلسلة المشاورات مع الحركة الجمعوية للمساهمة في صياغة المخطط الوطني للشباب. كنا في واحد الصورة وين تلتقي الحركة الجمعوية مع السلطات المركزية والسلطات المحلية، أننا نتحاور على حاجة تخص البلاد، تخص مستقبل البلاد. هذا الشيء ربما نيابة عن زملائي، أنا نشكر السيد وزير الشباب والرياضة، السيد والي ولاية تمرست على احتضان كافة المنخرطين في المبادرة. زيارة زرعت آمالا جديدة لسكان تمرست، فلطالما تطلعوا إلى الاستفادة من منشآت وهياكل قصد ترقية الرياضة بمختلف أصنافها بالجنوب الجزائري. هو ريش مسدين من ولاية تمرست لوكالة الأنباء الجزائرية.